اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم، وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم، وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا قراءتنا، وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو غيب أو شك أو سهو أو سوء إلحام أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
تدخل أمين. وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الصراط، وقنا عذاب الميزان، وقنا عذاب الميزان، وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا يا الله، اللهم اغفر لنا يا الله في هذه الليلة المباركة يا الله. اغفر لنا وارحمنا، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا يا الله. أنت ربنا وأنت خالقنا يا الله، أنت ربنا وأنت خالقنا يا الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تب علينا قبل الموت، اللهم تب علينا قبل الموت، وارحم علينا عند الموت، وارحم علينا عند الموت، وارحم علينا عند الموت، وسهل علينا سكرات الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، وارزقنا توبة نصوحا، وارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، وارزقنا
توبة نصوحا قبل الموت. اللهم احفظنا من شر الشياطين، اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، اللهم احفظنا يا الله، اللهم احفظنا من فتنة مسيح الدجال والمحيا والممات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا الله، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا الله، اغفر لنا يا الله، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، ووحد اللهم صفوفهم، وأجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. الله يا الله يا رحمن يا رحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا رب فدعوناك فاستجب لنا يا الله، 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 فدعوناك فاستجب لنا يا الله، فدعوناك فاستجب لنا يا الله، يا الله، يا الله، يا الله.
يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، أنت ربنا وأنت خالقنا، أنت ربنا وأنت خالقنا يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة المباركة يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واحفظ أولادنا، واحفظ أولادنا، واحفظ أولادنا، واحفظ أولادنا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصرنا يا الله، انصرنا يا الله، انصرنا يا الله، أنت الغني ونحن الفقراء يا الله، أنت الغني ونحن الفقراء إلى الله، أنت الغني ونحن الفقراء يا الله، أنت الغني ونحن الفقراء فاستجب لنا دعاءنا، فدعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فدعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فدعوناك فاستجب لنا دعاءنا، اللهم اغفر آباءنا، اللهم اغفر آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفرهم وارحمهم، اللهم اغفرهم وارحمهم، اللهم اغفر لنا ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب، إنك سميع قريب، إنك سميع قريب.